أرحب فيكم السادة المشاهدين معي بحلقتنا من خلال برنامج لقاء خاص. تواصلنا معكم في الحلقة الماضية وتحدثنا عن سيرة ذاتية مهمة لأحد أبطال الكويت وتحديدا الكابتن عبد الله العيش، وكانت السيرة الذاتية التي تحدثنا عنها هي نشأة البطل منذ الطفولة، وتحديدا هذا الطفل الذي كان يلعب في حوشهم وفي السكة إلى أن انتقل إلى الأندية، وهذه الأندية التي صقلت هذه المهارة وحولت هذا الطفل من شخص موهوب إلى محترف يحاكي الأبطال ويجاريهم في اللعب. مرة أخرى أرحب بضيفنا العزيز، اشتقنا لك أبو تركي الكابتن دراج، حياك الله معنا في اللقاء. شوف الحلقة اللي طافت أنا استمتعت باللقاء ووددت أنها النص ساعة تكون ساعات طويلة، أستلهم منها كثير من القيم والمعلومات والعبر اللي ممكن أنت ما تدري أنها عبرة بالنسبة لنا. واليوم كثير من يتابع كرة القدم، الأجيال التي ستكون مقبلة وتحمل الراية من بعدكم بإذن الله تتعلم وتستفيد. احنا آخر مرة سولفنا وآخر محور سولفنا عنه كان عن موضوع 93 وقرارك بأن تعود مرة أخرى إلى نادي الكويت، عدل؟ بعد ما استشرت إخوانك وكان في بينك وبين النصر تواصل، فقررت أن تروحون، او كان القرار انك تعود الى الكويت، شو اللي صار حسن؟ بالضبط. خلاص قلت لك قررت، وانا يعني اوريدي عندي تواصل مع بعض اللاعبين في نادي الكويت، يعني اخوي وصديقي يعني خلف مجبل المطيري وسعد مسفر ورزام عيسى، هذول ربعي يعني، بالاضافه وعيد زايد، يعني مجموعه من اللاعبين اللي كانوا يعني موجودين، فهذيل يعني قراب هم مني كانوا، فرجعت. واللي شجعني على اتخاذ القرار يعني في شغله بعد بقولها انا، العوده الى نادي الكويت ووجود الكابتن الكبير شيخ المدربين صالح زكريا، كان اهل كان اهل مدرب الفريق، وهو مدربكم، وهو مدرب الفريق يعني الفريق الاول، وفريق 19 كان تحت اشرافه. حزتها من كان رئيس النادي؟ كان رئيس النادي غسان النصر. نعم. يعني هالأمر هو اللي شجعني زود، قلت لك، والحمد لله. يعني شنو استفدت منه؟ يعني الفريق يعني وأحمد، يعني شو أقول لك، وأحمد يعني شخصية يعني صراحة يعني الواحد قلت لك ما تكرر بحياته، يعني هالشخصية يعني كثير مروا علي من اللاعبين، ويعني وظهروا على إيده يعني الكثير من النجوم في الكرة الكويتية، يعني هو يحب يعطي فرصة للاعبين الشباب والصغار، معروف عنه يعني هالشيء، في كذا نادي عمل فيه كان هو دائما يساهم في إضافة وبروز نجوم جدد للكرة الكويتية، يعني سواء في القادسية، في الجهرة، في الفحيل، في خيطان، فأغلب اللاعبين لو ترجع راح تلقى ان ابو احمد وهو كان له بصمه يعني في مسيرتهم. ف ماكو دشيت وقعت يعني على طول طبعا الكويت. الكويت وبعد 10 ايام عندنا واصلين بطوله كانت مستحدثه اسمها كاس الاستغلال، كاس التحرير عفوا، يعني اضافه الى البطولات اللي موجوده كان في كاس التحرير والدوري وكاس الاتحاد، ثلاث بطولات كانت تقام في الموسم، وكان فريقنا صراحة من الفرق المميزة يعني. منو كان معاك حزتها من اللاعبين تذكر؟ قلت لك أنا مشاري العلبان كان حارس، عبد العزيز الجار الله، خلف مجبل، سعد مسفر، عيد زايد، خالد الحمدان، رزام عيسى، وليد سعود العنزي. تواصل معاهم كابتن أبو تركي؟ تقريبا لا، الحين الشباب حمد طاحوس، يعني في مجموعه اذا خاف انسى احد بعد، يعني سعد عايش المطيري في تواصل الحين؟ اي موجودين، لا الحين متواصلين معهم اغلبهم، ترى على فكره ترى انا يعني برا الملعب حاليا يعني اغلب ربعي غدساويه، يعني اكثرهم يعني غدساويه، فالحمد لله يعني التواصل، وعسى الله يعني، وهذه نعمه صراحه الحمد لله. طيب بعدها، بعد التحاقك في سنة 93، شنو اللي حققته؟ أول قلت لك البطولة، بطولة يعني
بعد 10 ايام قبل النهائي واشركني الكابتن صالح زكريا اساسي في انا حتى متفاجئ يعني تولي ما في لياقه يعني لياقتي مو لياقه اللاعبين اللاعبين رايحين معسكر كانوا وقتها بالصيف واعداد انا لا معسكر ولا شيء واقف هذا تحت كم كنتوا تلعبون 19 تحت 19 بعد ما رحت الفريق الاول بعد اي ولا اساسي والله لعبنا ما يعني لعبت في مركز جديد لعبت طرف شمال أديت ولا لا والله ما لعبت زين يعني تبدلت بين الشوطين فما ظهرت يعني بالمظهر يعني مو شخصيتك ما تقبل اي البداية بالضبط يعني بدايتك تكون كذي انت تو كراد ايه؟ فصراحة اهتزيت شوي يعني اثرت فيني صراحة البداية هذه يعني بعدين احس انا اثرت فيني المهم الله وفقنا وفزنا في المباراة طلعنا نهائي نهائي مع كاظم والله المباراة الثانية ولا الحمد لله ولا يحطني أحمد أساسي بس هالمرة مركز ثاني حطني بالنص تحت المهاجمين وين الموقع اللي تحب تلعب فيه؟ أنا أحب ألعب هالمكان بالنص بالنص بس بالنص وسط؟ إي إي ف سوء حظي يعني ما ربع ساعة أنا تعور حاشتني إصابة في الأنكل ما قدرت خلصت تبدلت فما والحمد لله فزنا وحققنا البطولة هذه كانت أول بطولة مع فريق 19 وأول بطولة كانت يعني لي كبطولة جماعية مع فريق هذه البطولة وهني فاز الكويت في البطولة إيه فزنا بالبطولة ولعبنا بعدها يعني حققنا البطولة وبعدها شاركنا في الدوري حققنا المركز كنا يعني من ضمن المنافسين يعني كان الدوري صراحة ذيك السنة يعني هذه من الأمور اللي ما تشوفها الحين يعني تقريبا 5 إلى 6 أندية يتنافسون في دوري 19 تكلم عن القادسية عربي الجهرة عربي الكويت كاظمة السالمية إسماعيل الساحل كلهم فرق زينة حتى السالمية فريق زين يعني حتى الفرق اللي أنا أتكلم لك على المنافسين يعني على المراكز الخمسة الأولى تقريبا 5 فرق النصر كم كان فريق منافس لأن النصر وصل معانا نهائي كأس الاتحاد تمام احنا حققنا بطولتين في كأس التحرير وكأس الاتحاد فكانت الفرق يعني صراحة الجارة كان بطل الدوري القادسية يعني كان من الفرق القوية طيب أنا الحين قاعد أتكلم عن بطل تحت 19 التحاقك بالفريق الأول في نفس الموسم هذا في نفس الموسم أحمد يعني كانت تصير فترة إيقاف الاختبارات نعم. في نص السنة فاللاعبين 19 أغلبهم طلبة يكونون أنا كنت مخلص ثانوية فما في فريق 19 ما يتمرن كام ولا كان يقول يدق علي الإداري أنا ما تمرنت خلاص وقفه وربعي وقفت يقول لي عبد الله ليش ما تتمرن انت ما عندك شيء حاليا يعني ما عندك اختبارات لا مدرسه ولا شيء تعال تمرن ويا الفريق الاول بدال قعدتك قلت تمام والله واروح اتمرن وتمرنت ويا الفريق فكان ياخذني ابو احمد مباريات ويا احتياط اول مباراه اذكر والله مباراه ويا الفيحيل في الدوري خذاني احتياط وصارت أحداث في المباراة دائماً الكويت الفعيل تصير أحداث فكان يعني انتهت المباراة أعتقد تعادلنا وخلصت المباراة صارت فيها مشادات ما لعبت ما شاركت في المباراة حتى شوف أقول لك ليش أقول لك أبو أحمد يعني صراحة يعني المدرب هذا يعني قيمة صراحة قيمة تربوية وقيمة فنية يعني أبو أحمد سيرته يعني مو أنا يعني ويا النجوم فكان بعد المباراة كان ياخذني كان يقول انا اسف انا كان ودي اني العبك واشاركك بس شفت الوضع اللي صار وهذا يعني قيمة المعلم ها اي شوف يعني ما حب يحطك في جو مشحون عرفت ممكن ما تظهر او شيء ف
فيشوف لك فرصة، الفريق يمكن ما كان زين، فعادي أنا تقبلت الوضع. أنا أصلا مستانس بس أنا رايح وياهم، هذه فرحة تعتبر بالنسبة لي. يعني أنت تكون في نادي الكويت ومع الفريق من ضمن مجموعة لاعبين، يعني الفريق الأول، وهالفترة هذه البسيطة، يعني أنت خلال 3-4 أشهر توك راد النادي، يعني شيء مو سهل. طيب عندي معاك محاور كثيرة، ويمكن الحين انتقلنا إلى الفريق الأول، والفريق الأول وإنجازاته، وكذلك انتقالك للعربي واعتزالك، وكل هالتفاصيل هذه بنعرفها لكن بعد هالفاصل. فاصل صغير نرجع نتواصل معاكم من سادة المشاهدين. رجعنا من بعد الفاصل للسادة المشاهدين، مستمرين معكم ومع ضيفنا العزيز كابتن عبدالله لايش، حياك الله مرة ثانية معي أبو تركي، سعيد بالتواصل وإياك. خلنا الحين نتكلم عن البطل الكابتن عبدالله اللي انضم إلى الفريق الأول وأبرز إنجازاته. احنا طبعا قعدنا موسمين، أنا قعدت في 19، هذا الموسم 93-94 و94-95، بس هذه كانت يعني اقتصرت مشاركتي في الفريق الأول على هالمباراة بس. بعدها ما شاركت. ليش؟ ما أدري، يعني الفريق موجود وفي لاعبين، بس قلت لك الظروف اللي كانت موجودة هذه، يعني كنت ألعب ويا 19 ماشي. خلص الموسم، يعني قلت لك حققنا آخر في نهاية الموسم كأس الاتحاد. الموسم الجديد النادي تغير مجلس الإدارة، طبعا صارت ظروف في الفريق الأول، الكويت ما تأهل إلى فرق الدوري الممتاز، يعني هبط إلى الدرجة الثانية، فتم الاستغناء عن الكابتن صالح زكريا واستقالة مجلس إدارة النادي، وتم تزكية السيد محمد الصقر أبو عبد الله كرئيس لمجلس إدارة نادي الكويت، وتشكيل مجلس إدارة جديد بالكامل يعني. وقام أبو عبد الله ومجلس إدارة بالتعاقد مع مدرب نادي الكويت السابق في عصر الذهبي، كاترايت. نعم، جون كاترايت. نعم. إيه. كنت أنت هنا موجود؟ أنا موجود. بدينا الموسم، يعني احنا 19 وهو يدرب الفريقين، وانت تلعب هنا وهنا. ايه انا 19 راسمي 19 بس. ايه بس جون يعني كاترايت صراحة من المدربين اللي هم بعد ما انساه، يعني كان يعني عاملني معاملة يعني جدا مميزة، ما ادري انا لاحظ هالشيء يعني، لان في بداية الموسم والإعداد احنا طبعا نتمرن، نخلص تمريننا بعدين يتمرنوا الفريق الأول. ما كنت تتمرن معهم؟ لا 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 لا، بس مع فريق. ايه احنا ايه؟ فريقين 19 وفريق أول. بعدها كان في بطولة مسوينها، أو كان في معسكر، قالوا بيروحون معسكر دبي، طلب المدرب معسكر، فطلبني أنا و عبد اللطيف الحداد يمكن وسعد مسفر إذا ما على ما أعتقد، طلب من الإدارة أن احنا الثلاثة من فريق 19 نروح معاه معسكر الفريق الأول. بعدها تكنسل المعسكر، ما صار معسكر، ألقوا المعسكر وكملنا فترة الإعداد هني بالكويت، وكملنا نتمرن عادي. احنا صارت بطولة المجهود الحربي، وبطولة ودية نظموها أندية الميثاق بوقتها الكويت وكام والعربي والسالمية، وهم كان يعني ياخذنا احتياط أنا أو سعد أو عبد اللطيف، كان يعني هو كان مركز علينا احنا الثلاثة.
انا ما شاركت يعني، كان ياخذنا احتياط بس ما لعبت ولا مباراه. بدا الدوري، احنا نلعب دوري 19 وفريق اول ياخذ نروح معاهم يستدعين احتياط، يعني ياخذنا يستعين فينا بس ما. بعد فتره يمكن صارت مباراه الكويت الصلابيخات الفريق الاول في ملعب الصلابيخات، داقين علي مباراة يمكن الساعة 3 حار لا لأن الصلابيخات لا الوقت كان وقت تشتري الجوال زين، ف يعني ما يمدي أروح النادي كيفان وأرجع الصلابيخات، أنا قريب الصلابيخات والله. وجاري وكلمه جارنا قلت لي محود، قالوا لي تعال النادي على طول، على تعال لنا الصلابيخات أقرب لك، تعال من هنا. والله فعلا ألبس وهذا وأروح. هذه أول مباراة كانت يعني مشاركة فعلية في. شلون كان أدائك فيها؟ كنت بديل بس المشكلة مو أدائي، المشكلة كان الفريق في وقتها يمر في مرحلة، نادي الكويت في مرحلة يعني تذبذب و يعني وعدم استقرار، مؤثر على نفسية اللاعبين طبعا. كان الفريق يعني شبه منهار. إيه تقريبا، أنا شاركت كبديل طبعا، وكن أعتقد المباراة هذه كنا خسرانين، خسرنا فيها أعتقد خسرنا فيها. ف يعني هذه أول مباراة كانت، وكان الموسم الأول حق جون كاترايت. بعدها قلت لك الفريق، بس طبعا كان الدوري دمج هني. نعم. بعدها نروح احتياط كملنا مشينا. صار الحين قبل كاس الامير في خلصنا دوري 19، خلصنا مشاركاتنا 19 ما حققنا شيء. الظاهر صار في اتفاق بين الاداره والمدرب ان احنا يبغى حسنا نبيك تعد لنا فريق يعني حق الموسم القادم. فأنت إذا مو بطل الدوري يعني ما تنافس. إحنا ما ننافس، كنا وقتها على كان ترتيبنا السادس الخامس. فالظاهر كان في اتفاق بين الإدارة والمدرب إنه يشرك مجموعة من اللاعبين فريق 19 اللي خلاص راح يصعدون، شركهم بالمباريات المتبقية من الدوري، نهيئهم حق الموسم الجاي. وفعلا آخر خمس مباريات تقريبا هني بدأت يعني الظهور الحقيقي هني مع نادي الكويت. اشركنا أنا وخلف متبل، أذكر سعد مسفر وعيد زايد، احنا الأربعة احنا شاركنا أساسيين مع الفريق من فريق 19. فشاركنا أساسيين مع الفريق ومن عقبها استمرينا مع الفريق، يعني شاركنا في المباريات تقريبا خمس مباريات وأدينا أداء زين ونتائج زينة بعد، والحمد لله. يعني من الموسم الجديد خلاص صار فريق أول، صرنا لاعبين فريق أول. بس للأسف بعدها شاركنا في كأس الأمير وخسرنا من الصلابيخات ضربات الجزاء، فيعني ما كانت بداية زينة. يعني البداية ما كانت يعني للفريق، أنا أتكلم بس أنا بالنسبة لي لا كانت يعني صراحة مميزة يعني. طيب بتكلم عن انتقالك للعربي متى كان؟ انتقال العربي كان في موسم 99-2000 يعني بعد هالفترة هذه. بعدها صارت لي إصابات طبعا في نادي الكويت، يعني بمر عليها على السريع المرحلة هذه. كانت صارت خلافات، صارت إصابات، فما كان عندي استمرارية في نادي الكويت، وكنت أدرس أنا في كلية التربية فشوي طالب يعني، فتدري ضغوط تصير و عندك، فما كنت يعني مستقر صراحة يعني لا نفسيا ولا ذهنيا، وظروف النادي وضع النادي، فكان الوضع يعني بالنسبة لي وللنادي كان يعني مو مثالي إنه تأدي يعني أو يعني تأدي الشيء اللي يرضيك أنت كلاعب. فلين صارت قلت لك عقب ما تخرجت أنا كان وقتها صايرة مشكلة، فخلاص أنا هني طاب خاطري قلت بس ما أبي أكمل، وتركت النادي على إني خلاص تارك الكرة يعني ما أبي ألعب.
بعدها صار مفاوضات عقب ما تم والله يعني صار اتصال يعني من ما يذكره بالخير وسامح حسين وعبد الله كانوا هو كابتن الفريق عندنا في المنطقة وعبد الله بصلاقي خوت ما أدري يعني منو قال شيء لا الحين ترى ما أدري يعني عن هالتفاصيل لا اليوم إيه يمكن فاتصل فيني قال لي شلونك عبد الله سلام سلام شلونك شو أخبارك أنا يعني ما سبق إني التقيت فيه بعبد الله من قبل أو شيء بس إنه دق علي وكلمني قال لي أنا سمعت إنك أنت طالع من النادي وكذي قلت له إيه والله أنا صار لي تقريبا شهر ونص ما قاعد أتمرن قاطع عن النادي قال إيش رأيك تي عندنا العربي قلت له والله فرصة بس العربي أتشرف يعني بس يعني فاجأني عرب يعني هو الاتصال بنفسه مفاجأة كان ما كنت حاطه في بالي يعني أنا اللي أنتقل ولا أنا بالي إنه خلاص بس الله كلمته قلت له شوف يصير خير قال خلاص أنا بعد أتأكد وأشوف قلت له أنا والله ما أدري شاطبيني النادي مو مشطوب اسمي موجود مقيد مو مقيد ما أدري المهم قال لي خلاص أنا أشوف بعد المدرب والإدارة وأقعد وياهم وأشوف وأرد لك خبر إن شاء الله اليوم والله ما أكون فعلا كلمت الربع شاورت فرصة ما تتطوف مفروض بتركي العربي وقتها مو بالموسم هذا الموسم اللي قبله العربي كان يعني مكسر الدنيا ماخذ كاسين كاس الأمير وكاس ولي العهد والخرافي والدوري كان منافس وكان بطلال توا وقتها جمال الكاظم يلا يذكره بالخير كان توا ماسك مدير لا كان مدير اللعبة فكان يدعم الفريق يعني موفر له كل شيء فجاني يعني شوف في بعض المرات النصيحة تكون في مكانها عرفت في محلها اي جيت سألت واحد من الربع شاورها قال لي قلت له ها ايش رايك صار معي كذي وكذي قالت بتصدق ما يبي روح قلت ليش قال حبيبي انت الحين من انت صغير من 87 انت بالنادي ليه 99 انت بنادي الكويت امورك مو ماشيه وضعك يعني صارت لك مشاكل صارت لك امور الحين ما انت خسران شيء اذا رحت العربي ان مشيت امورك طيبه الجمهور راح يعرفك ومكافآت وبطولات ومعسكرات يعني ما انت خسران شيء تجربه جديده جرب يعني ما راح تخسر شيء يعني من التجربه انت بالعكس راح تربح من التجربه ما راح تخسر فلعبت توفقت راح يعني تصعد زياده وين ما توفقت نفس الوضع انت بالكويت كنت يعني وضعك مو مستقر وهني قرار الانضمام ايه فهني مثل ما قلت توكلت على الله ودق علي ابو عبد الله وفعلا كلم الاداره والمدرب ويعني والحمد لله انهم يعني شايفيني وعارفيني عشان كذي قالوا خلي يجي حياه طيب وتركي الان انتقلت رسمي الى العربي وفي انجازات كثيره يعني ادري هي محل النقاش لكن بي الى اهم المحطات واحده من المحطات المهمه بطوله مجلس التعاون ابطال الدوري اللي كانت في 2003 اللي بتكلم عنها بتكلم عن تفاصيلها وعن الإنجاز اللي تحقق وعن مدربينكم وعن الجروب اللي كان معاك لكن عندي تقرير صغير خلنا نشوف هذا التقرير وبعدها أرجع معاك علشان نسولف على أهم محطة رياضية ممكن بوتركي يعتز فيها نشوف هالتقرير السادة المشاهدين ونرجع نتواصل معاكم بطولة كأس الخليج للأندية للأبطال نسخة 2003 تعتبر من البطولات المهمة في تاريخ المشاركات الخارجية للنادي العربي أقيمت النسخة 20 من البطولة في قطر وكانت تتميز بمشاركة قوية من أندية خليجية مرموقة
وقد حظيت البطولة بتغطية إعلامية واسعة على مستوى الخليج، وسلطت الضوء على الأداء المميز للفرق المشاركة وعلى التنظيم الجيد للبطولة، مما ساهم في نجاح البطولة بكافة الجوانب. جاءت مشاركة الأندية الخليجية بناء على نتائجها المميزة في الدوريات المحلية، وهم نادي العربي الكويتي ونادي الهلال السعودي ونادي المحرق البحريني ونادي قطر القطري ونادي العروبة العماني. حقق نادي العربي الكويتي اللقب بعد أداء قوي ومباريات مثيرة، إذ تميز بمستواه العالي واستطاع التفوق على الفرق المنافسة. ولا تغيب المباراة الحاسمة عن ذاكرة التاريخ، والتي جمعت بين نادي العربي الكويتي ونادي الهلال السعودي بكوكبة نجومه، حيث قدم الفريقان أداء رائع، لكن العربي استطاع التفوق وحسم المباراة لصالحه من خلال الهدف الوحيد الذي سجله اللاعب محمد تشراق، والذي جاء بصناعة زميله عبد الله لايش، ما منح الأخضر النقاط الكافية للتتويج بالبطولة لتكون بذلك إحدى أهم الألقاب التي تبقى بذاكرة اللاعبين والجماهير. رجعنا مشاهدينا من بعد هذا التقرير، ضيفنا العزيز مرة ثانية كابتن عبد الله لايش أبو تركي. تقرير جميل ومحطة مهمة جدا. على عجالة خلني أسولف عن بطولة مجلس التعاون أبطال الدوري التي أقيمت في قطر 2003. شوف البطولة هذه يعني أنا بالنسبة لي يعني لها ذكريات شخصية خاصة فيني أنا، بالإضافة إلى مكانتها كبطولة للجماهير وللنادي وللاعبين. يعني أنا يعني حدث معي موقف، يعني أنا ممكن تأخرت بالبطولة هذه، ما رحت مع الفريق، كان عندي الأهل على وشك ولادة، فكنت على أعصابي من أسبوع وإحنا كل يوم المستشفى رايحين ماكو شيء بعد. فتأخرت لي آخر يوم، حتى الربع راحوا المطار أنا ما رحت، قالوا لي قاعد لي باكر إذا ماكو شيء سلم أمرك لله والله يكتب لي فيه الخير. ما سافرت معك؟ ما سافرت، تأخرت يوم، ما صار شيء، سافرت بالثاني يوم رحت. المهم أول لعبة كانت طبعا المباريات يعني كانت فيها المحرق البحريني، كنا متأخرين في هدف الشوط الأول والحمد لله قلبنا النتيجة وفزنا. اللعبة الثانية ويا الفريق العماني تعادلنا، وبعدها قطر القطري تعادل، فكانت لعبتنا مع الهلال لعبة حاسبة، وهم يحتاجون تعادل يأخذون البطولة، احنا إلا الفوز. اللي صار في البطولة يعني صار كذا حدث، قلت لك احنا كانت عندنا اصابات وطلبنا تاجيل، لان هي لعبتنا وهي هو نظام البطوله نظام دوري. اللي صار ان لعبتنا مو باليوم الختامي للبطوله، قبل اليوم الختامي بيوم، فالاداره طلبوا وقالوا حق الوفد السعودي واللجنه المنظمه ان لعبتنا ويا الهلال حاسمه، ليش ما نغيرها نخليها باليوم الختامي، نأجلها يوم يعني تصير في اليوم الختامي عشان يعني حق البطولة، تعد البطولة نكهة ومنافسة وروح المنافسة وكذي عشان تنجح البطولة يعني. رفضوا، رفض مدرب الهلال والوفد السعودي رفض لعبته. إيه وإحنا كنا إحنا بعد هم عندنا يعني مدربنا كان ذكي والإدارة كان بيريحوننا يوم، لأن عندنا إحنا إصابات وما كان معانا دكتور، يعني الاتحاد ارسلوا لنا دكتور المنتخب وقاعد معانا وعالجنا، يمكن قاعد معانا يعني 3-4 أيام، جانا آخر يومين في البطولة. الحدث اللي صار لي على المستوى الشخصي إن أنا يوم البطولة الفجر الله رزقني ببنية، الحمد لله رحت عاد تدري في الجور ما حد قاعد، والله نمت كانت انا قاعد اول واحد، نزلت اتريق بلغت الشارع انا انطر بيني وبينك انطر، لا انطر ادق على الوالده ابارك لها، الوالده ما تدري، ف والله ادق على الوالده وابارك لها وابشرها
كانت تقول لي مبروك والله يوفقكم، بس أبي أطلب منك طلب. قلت أمري. قالت إذا فزتوا تسمي البنية فوز. الله. قلت إي والله. يعني هذا اللي حدث يعني مثل ما بالواقع يعني. فالحمد لله الله وفقنا. فزت. وفزنا. وسميتها. وسمينا البنية فوز، وللحين يعني في بعض الجماهير إلى الآن ينادوني بوفوز. بوفوز. إي والله. عرفت لأن لين جاء تركي فسنة فكله بوفوز، في بعضهم للحين. للحين على بوفوز. على فوز. تعتز بالاسم. طبعًا. وايد بوفوز. إي وراح أرسل صورة لكم إن شاء الله مع فوز في لابسة العربي بعد. يا حليل يا ربي خليها لك إن شاء الله يا رب العالمين. هذه البطولة يعني كانت لها مكان. نقلة نوعية. والفضل بعد الله يعني سبحانه وتعالى كان. طبعا اللاعبين مجموعة اللاعبين، وكان صراحة يعني هذا الإنسان والشخص لازم أنا أوقف عنده صراحة، اللي هو الله يرحمه الكابتن والنجم الكبير، وكان هو رئيس الوفد في البطولة الكابتن سمير سعيد. اي نعم رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. فهو صراحة كان له دور كبير رحمة الله عليه، وأنا بالنسبة لي وهو أفضل إداري تعاملت معه ومر علي. نعم يعني ما يمر إداري نفس وعلي. طيب هني بوتركي أبي على عجالة أخذ معاك أبرز إنجازاتك مع النادي العربي. يعني البطولات اللي حققناها مع النادي والله الحمد يعني صراحة واعتز فيها، كأس حضرة صاحب السمو 3 نعم. مرات. نعم. وكأس ولي العهد. كأس الاتحاد. وكأس الاتحاد والدوري. وبطولة الخرافي. وبطولة الأندية. بطولة الخرافي أيضا. وبطولة الخرافي. نعم. فهذه البطولات يعني كلها اللي يعني إن شاء الله أني ما نسيت شيء. هي رصيد إنجازاتك. هذه البطولات اللي وأتشرف أني كنت يعني أحد النجوم. النجوم اللي حققوا هذه البطولات القلعة الخضراء يعني. شوف. كابتن عبد الله ابو تركي قصه جميله، احنا بدينا من الحلقه اللي طافت لليوم احنا قاعد نتكلم عن مسيره وانجاز ومطبات تواجهك، عقبات، تحدي تتجاوز، انتقال حققت فيها انجازات كثيره كما ذكرت الى اللحظه الاخيره وهي قرار الاعتزال، وبيكون هو محور الختام معك. صراحة يعني الواحد شوف دائما تمر عليه فترة عقب ما يتزوج ويكون أسرة، وبالإضافة إلى الإصابات يصير شوي يعني، خاصة الإصابة. الإصابة هي عدو اللاعب صراحة. شو الإصابة اللي أثرت عليك اللي هي في الأنكل نفسها؟ لا في الركبة. في الركبة. هذه صارت في 2005، كنا نلعب في دوري أبطال آسيا في جدة ضد الاتحاد السعودي. إيه هذه اللي يعني تقريبا حتى الموسم اللي بعده أنا ترى يعني قعدت موسمين أعاني يعني الموسم اللي بعده هم قلت لك بعد الإصابة يصير شوي ما في حماس والفريق شوي تغير، صارت عندنا ظروف بالنادي إحنا بعد كفريق يعني مرض بنت أحمد موسى، في بعض الظروف اللي صارت فشوي ما خلت إصابات علي عمر، فما خلت اللاعب يعني ما خلتني أتحمس إني أرجع، فحتى ردتي كانت ترى الموسم اللي بعده رجعت يعني عقب ما سويت عملية وإعداد وكذي ما كملت، تمرنت يمكن شهر شهرين. بس مو عبد الله لا يشلو. إيه لا لا تمرنت شهر شهرين يعني، وبعدين قطعت عن النادي الموسم كله، ورجعت الموسم الأخير اللي هو 2005-2006 لا بديت من الإعداد وياهم، بس ما كان في نفس الحافز ونفس يعني خلاص أحس إني تشبعت، قلت أنا يعني الواحد ليش انت تنطر الناس تقول لك، فانت انا اعرف نفسي انا اذا كنت مرتاح وكان انسحب على طول وسويتها من وانت صغير وانت تسويها. اي بدون ازعاج. اي إيه ما احب يعني ما احب اخسر احد. ما احب حتى في التمرين اذا كنت اليوم يعني مثلا يعني مرايق ما اروح تمرين، اعرف نفسي اذا انا يعني مو مرتاح راح ما راح انا مشكله فيني يعني في عيب يعني رده فعلي مرات تكون ممكن مو حلوه، انا مو متعود يعني ما حد متعود ولا انا متعود اني على هالشيء. طبيعه انسان بس ما ادري طبع وهو، والحمد لله ما صار معي شيء يعني الحمد لله ما صارت مواقف عشان كذي يعني
بالمناسبة هذه قبل أشكرك يعني عشان كذي أنا يعني الإخوان كذا مرة يقولون لي تعال فيصير ظرف يصير شيء ما أكون متهيئ جاهز فيعني الحمد لله إن وصلنا نلتقي اليوم. إي والله وهذه صراحة من أسعد اللحظات اللي تشرف يا أبو تلك بلقائك يا أبو حميد وجزاك الله خير وبارك الله فيك على الإطراء وعلى كل الكلام الجميل اللي قلته في حقي وأشكر الإخوان جواك الله الستاف كامل صراحة جواك الله تعجز الكلمات عن شكرهم واعتذر منهم لا العفو إذا أنا تعبتهم ممكن لا العفو جواك الله إي والله وآسف آسف جدا وإن شاء الله أن تكون حلقة مميزة أنا في الختام أشكرك كل الشكر والتقدير لك قد أكون أول المستمتعين والمستمعين والمستفيدين من قصة بطل ناجح رياضي الكابتن عبد الله العايش بوتلكي سيرة ذاتية جميلة جدا بمراحلها من الطفولة إلى مرحلة المراهقة والشباب والانضمام إلى الفريق الأول والانتقال ثم الأوج في تحقيق الانتصارات وبعدها مرحلة الابتعاد وتكوين الأسرة بعد ما يتلك بنيتك الغالية فوز وكذلك تركي ربي خليهم لك وإن شاء الله هذه السيرة الذاتية العطرة تبقى هي الإرث الحقيقي في تاريخنا الرياضي الكويتي المشرف وتبقى هي الإرث الحقيقي لعائلتك وتكون أنت سيرة ذاتية يستفيد منها كل الأبطال كل الشكر والتقدير لك الله يجزاك خير وبارك الله فيك جواك الله إذن السادة المشاهدين وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا اليوم مع سيرة ذاتية لنجم رياضي في برنامج لقاء خاص على أمل أن نلتقي وإياكم بحلقات جديدة إلى اللقاء